ننتقل الآن إلى رجب ليبلو من بنغازي. رجب، صف لي المشهد من عندك وكواليس أو حيثيات هذه الوقفة الاحتجاجية المطالبة بعودة دستور 51، تفضل. نعم، في ظل متابعة كل الحراك السياسي الموجود هنا في مدينة بنغازي، خصوصا بعد خروج عدة مظاهرات وعدة وقفات احتجاجية، اليوم هنا في ساحة الشهيد عبد السلام المسماري خرجت مظاهرة مطالبة بعودة دستور 51 تحت عنوان برقة تقترب. ربما لا أريد الخوض في غبار هذا الحديث إلا مع ضيوفي المتواجدين والذين هم الآن معي هنا في هذه الساحة. اولا ارحب بك على شاشه تلفزيون المسار. اولا حدثني اهم المطالب التي تطالبون بها في هذه الوقفه الاحتجاجيه. طبعا نحن عارفين احنا كل المشاريع في الدوله الليبيه قبلت بالافق مسدود، كانت مشاريع سياسيه ولا كانت اقتصاديه، حتى المشروع العسكري منها، والمشاريع كانت منطلقه كلها من برقه، للاسف تم رفضا وتم مهاجمتهم وتم التخوين فيهن، حتى رئيس الحكومه يعني شوفوا اللي دير فيه انتم في برقه، وشوفوا الميزانيه صرفها، اتهم حتى الجيش بالعماله. نحن مطلبنا المطلب ال 51 هذا كان مطلب في 2011، برضه كان مشروع طرحته برقه، وشفنا كيف مهاجمتها وشايف كيف تخوينها وكيف تم رميهم بالسلاح. المشروع حظيه تجاوزات الاحداث، بما ان المطلب الاتحادي او مشروع الدستور 51 دستور اتحادي، نحن عارفين ان المؤسسه العسكرية من المؤسسات السيادية في الدولة الاتحادية، وهذا غير موجود حاليا. احنا عارفين ان في جيشنا في برقة مرفوض في طرابلس، وكذلك الميليشيات في طرابلس مرفوضة في برقة، هذا بغض النظر عن الثقة المعدومة نهائيا فيما بيننا وعن بوادر صدق النوايا وحسن، ان هذا كله غير موجود. نحن نطالبه بالعودة الى دستور 1949 وحل الدورتين، بما ان العقد شريعه المتعاقدين، ونحن كان عين بيننا عقد في 51 وتم الاخلال بهذا العقد، ونحن في حل منه الان، ونطالبوا بفك الارتباط وعوده دوله برقه العربيه الثامنه كما كانت قبل الاتحاد في 51. هذين مطالبنا بكل اختصار يعني.